أهلا وسهلا، حلقة جديدة من حلقتنا على المشاهد تي في. شيوخ، شيخات، تشيخت بمعنى ممارسة المهنة، العيوط، العياطات، العيطة، هذه الكلمات من نفس الكلمة، كلمة العيطة، العزوزيات، العزريات، يعني من امرأة عزباء غير متجولة، سليمانيات والماشطات، وأسماء كبيرة وكثيرة في المغرب تحيل إلى فن تشيخت، بمعنى تولي شيخة واعرة ومعروفة وعندها أغاني ديالها وطريقة في الرقص يتحدث عنها ولا كل شيء كيهضر عليها. يمكن يبدأ مجموعة من الملاحظات في هذه المقدمة. الشيخات أولا هي درجة كبيرة من تشيخت، بمعنى باش تولي شيخة خاصها تدوز بزاف ديال المراحل، تحفظ العيوط وتدرب مزيان وتتعرف على الأغاني وتحفظ الأغاني، ثم طريقة ديال الرقص والعزف عاد يولي عندها طريقة باش الدبلوم ديال شيخة. جوج، الشيخات عيالات، يعني من الإعالة الأسرية، وهم شكون هما؟ هما مغنيات، خاص يكونوا جميلات شكلا وصوتا لجلب المتلقي، ويكون عندهم الحضور والكاريزما، وهن راقصات محترفات على آلات موسيقية في نظر الباحث المغربي حسن نجمي. ثلاثة، الشيخات ماشي كلمة دايزة في السماء ولا التقابيح والمعيور والمزايدات، راها مؤسسة اجتماعية حقيقية عندها الأصول والأعراف ديالها والتقاليد والعادات المهنية ديالها، زائد القوة الكبيرة اللي عند الشيخات على مواجهة المجتمع المغربي والهضرة الخاسرة ديالته والطايحة والتناقضات والنفاق الاجتماعي اللي عندنا داخل المجتمع. الشيخات عندهم ارتباط قوي بالواقع المغربي وبالتحولات الاجتماعية والسياسية والثقافية للمجتمع المغربي، وكيعرفوا المغاربة مزيان. رابعا، كيعتمد الحضور ديال الشيخات على صناعة الفرح وإقامة الحفلات، وكيتحملوا مسؤوليات اجتماعية أسرية. والسؤال الكبير، أشنو علاقتهم بالحقل السياسي وبالممارسة السياسية في المغرب؟ وهل تم استغلالهم سياسيا واجتماعيا، وتم دحضهم على المستوى الاجتماعي والحق من القيمة ديالهم؟ سؤال آخر، كيفاش تعاملوا معهم السلاطين والملوك والقواد والزوايا والأحزاب والجماعات الدينية والجماعات السياسية في المغرب من عهد الموحدين حتى لدابا؟ هادشي الله غادي نعرفو في هذه الحلقة عن شيخات والسياسة في المغرب، بقوا معنا. تاريخيا يعود غناء النساء في تاريخ المغرب إلى الدولة الموحدية، ويريد الباحث المغربي حسن نجمي ما دونه عبد الواحد المراكشي في المعجب بأن يعقوب المنصور الموحدي حين زار جده في طبقال بالأطلس الكبير استقبل من طرف مجموعة من النساء بالدفوف، ويعني هذا الحضور أن المرأة في الغناء التقليدي ليس ظاهرة جديدة. وفي العصر المريني يريد الباحث في كتابه أن حضور النساء المغنيات كان قويا في المحلات السلطانية، ولعبنا دورا أساسيا في تحفيز وتقوية الجنود عن طريق الأغاني والزغاريد وعبارات التشجيع. أما في بداية الدولة العلوية فيستعيد الباحث مشهد قصر مولاي إسماعيل بمكلاس، حيث كانت هناك أزيد من 400 من الموسيقيات. واستمر الأمر إلى اليوم، فنجد الشيخات في عدد من المدن والقرى، وفي الأطلس توجد العديد من الشيخات تسمين بالعيديات، مما لا يزلن يؤدين الأغاني ويحضرن الأعراس والاحتفالات بالغناء بالأمازيغية، إضافة إلى مشاركتهن في البرامج التلفزية
وشيء نفسه بالنسبة إلى الشيخات في المناطق الناطقة بالدارجة مثل دكالة وأسف وشياضمة ومناطق أخرى، واللواتي ما زلنا يرتبطن بالعالم الحضري كما يرتبطن بالعالم القروي شيئا فشيئا. كانت الشيخات يؤدين الغناء العيطي ويؤدين أيضا قصائد الملحون والغرناطي وعشرات الأغاني والبراويل الحرة، خصوصا شيخات الحواضر للإمبراطورية أو الإيالة العتيقة كمراكش وفاس، وأحيانا شيخات أسف والدار البيضاء والرباط وبني ملاه. كما كانت الشيخات يجمعن بين الغناء الدنيوي والإنشاد الديني أو ما يسمى بالحضرة. لكن ظلت السمعة السيئة ملتصقة بالشيخات في المغرب، وذلك ليس إلا تعبيرا عن إرادة مجتمع لا يرضى للمرأة إلا بوضع الأم أو الزوجة أو الأخت، حسب كاتب غناء العيطة. على الرغم من كون المجتمع يستهلك الإنتاجات الفنية ويدعو الشيخات في مختلف المناسبات للتعبير عن مجتمع الفرح والأحزان معا، ويشير الباحث قائلا: لو تأملنا في العمق سنجد أن الشيخة تستمد قوة حضورها من الجماعة، وفي نفس الآن تستمد من الجماعة ضعفها. إنها تصنع وتزرع الفرح في نفوس الأفراد والجماعات، وتتلقى منهم في المقابل وبكيفية مفارقة ما يخدش صورتها ويجرح كيانها الداخلي. هذا الأمر مرده إلى كون المجتمع يعيش حالة انفصام بسيكولوجية بين الانشداد إلى الطهرانية أو التطهيرية الزائفة أو النفاق أو المظهر الأخلاقي وزيف الوقار الاجتماعي من جهة، ومن جهة أخرى تحقيق حاجاته الاجتماعية والثقافية والفنية، ومن ثم أصبح المكان الذي تزدهر أو تنتصر فيه الشيخة هو نفسه مكان خسارتها. ويوضح الباحث في الغناء النسائي التقليدي أن ممارسة الشيخة في المغرب للعمل مقابل أجر ظاهرة بدأت في القرن التاسع عشر مع بداية نظام الأجر بمعناه الحديث وظهور المقاهي في الشواطئ المغربية وبداية تحديث المجتمع. كما أشار إلى أن هذه الظاهرة برزت أكثر مع المجتمع المغربي المحافظ في الأعراس والاحتفالات التي تخصص النهار للنساء والليل للرجال، وبذلك يحظى المجتمع النسائي بفرقة نسائية تغني وتقدم فنون الفرشة المسرحية أيضا بكل حرية. على المستوى السياسي، الشيخة ما كانتش هذيك المغنية مطيعة والمسلوبة الإرادة، الشيخة كان عندها موقف. ففي نظام المخزن المعتمد على ظاهرة القياد اللي ولاو هؤلاء القياد اللي ولاو صوت للقهرة والدل والطغيان والجبروت للفلاحين والرعاة، ظهرت الشيخة بصوتها الشجي وميولاتها الشعرية واللي كتحمل كلمات فيها معاناة للمظلومين وآهات للبائسين وطغيان الحاكم. ومن أشهر هذه الأمثلة الموجودة نجد الشيخة خربوشة زروالة وقصتها مع عيسى بن عمر العبدي، ومما جاء في أشهر قصائدها اللي صدمته بها: سير عيسى بن عمر أو كل جيفة أقدت الخوتو محلل الحرام، سير عمر الظالم ما يروح سالم. استعملت واستخدمت الشيخات في مرافقة السلاطين في محلاتهم السلطانية وتنقلاتهم كمؤنسات، كما هي حالة السلطان المولى الحسن الأول في تنقلاته الكثيرة. واستعملت واستخدمت الشيخات في عهد الحماية الفرنسية والإسبانية، كما دفعت الشيخات عن نفي محمد الخامس بحس وطني كبير. لكن للأسف الشديد في مجتمع ديال تسنكر يتم تأتيت المشهد الاحتفالي بالشيخات في الأعياد الوطنية كعيد الشباب وعيد العرش
وكذلك في التلفزة المغربية اللي حرمتهم من الرقص وبقوا واقفات في سطر مستقيم بلا روح كالأصنام. ما كانت الشيخات في يوم من الأيام كتحرض في الأغاني ديالهم على الميوعة ولا على الذوق أو على الذوق يعني الذوق المنحط العام. وفي بزاف ديال الأوقات والأحيان تم تصنيف الشيخات بكلمات قدحية وبأوصاف منحطة يندلها الجبين. ولكن الحقيقة المرة أن الشيخات في اجتماعية محقورة مقهورة ومستغلة ومسلوبة بزاف ديال الجوانب. في مجتمع كيعيش تناقضات وفي مجتمع يفرح لأغاني الشيخات وللرقص ديالهم الممتع، ومن اللي كتسالي الحفلة يدعي العفة والطهرانية. تل هنا ننتهي على حلقتنا في موضوع معقد عنده أبعاد نفسية واجتماعية وتاريخية. كل المنى وكل المحبة للداعمين والذين يسعون للتواصل معنا والتفاعل معنا بشكل جيد. ودمتم في رعاية الله، وإلى حلقة جديدة، وأسعد الله أوقاتكم. تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.